أن هناك الكثير من الرقاة والمعالجين والسحرة والمشعوذين الذين يقولون لكل إنسان بك مس وسحر، لأن الأمر سوف يجعلهم يترددون عليهم مرات ومرات لكي يدفعوا أقساط علاجهم، وبالتالي سوف يكون سببا في دخول يعني إيرادات إضافية. وعالم في علم النفس وباحث في هذا المجال، وعنده مجموعة من الأصدقاء من الأساتذة والباحثين في نفس المجال، كان يقول لهم بأن الطب النفسي ليس حقيقة. هو كيقول أنه ليس حقيقة، ممكن الكلام أفضل من إعطاء الأدوية النفسية. وقال بأنه بالنسبة للذين يقولون بأن الشيطان ليس له أي صلة بالإنسان سوى في حد الغواية والوسوسة، ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذه الآية أولا لا تتحدث عن ما نرمي نحن إليه، هي تتحدث عن فئة أطاعت إبليس وغوايته وخاطبهم إبليس يوم القيامة. فبعض الناس يفهمون أن هذا الخطاب موجه لكل الناس، أن الشيطان ليس له أي سلطان على الإطلاق، كيفما كان هذا النوع من 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 السلطان، وكيفما كان هؤلاء الناس. والجواب في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله مثلا إنما سلطانه على الذين إنما سلطان الذين يتولونه الذين هم به مشركون. هذه آية الله عز وجل يقول فيها بأن الشيطان له سلطان على الذين يتبعونه ويتبعون غوايته، كما أن الله تبارك وتعالى تكلم في كتاب العزيز على أن الشيطان يمكن أن يؤذي الإنسان في بدنه، فيقول الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ربي اللي كيهضر ماشي شي واحد، وهذا نبي، وهذا النبي يقول مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني رمسني في البدن ديالي. يقول لك مثلا وكيف استنتجت بأنه النصب والعذاب؟ أولا كانت كلمة النصب تعني التعب، تعني التعب البدني. ثانيا الله عز وجل حينما أراد أن يشفيه من مرضه قال له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فأحاله إلى شفاء مادي ملموس وليس إلى شفاء معنوي. لو كان الغواية لكان شفاؤها هو الهداية. وعصى آدم ربه فغوى، يعني آدم عصى الله عز وجل فغوى، فالله عز وجل تابع على آدم، بخلاف قصة أيوب أنه قد وجهه الله تبارك وتعالى إلى علاج ملموس. كما أن الأحاديث النبوية المتفرقة تدل على أذية الإنسان للشيطان في مواطن أخرى، في مواطن أخرى من غير هذا الموطن. مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استرقوا لها فإن بها النظرة، هذا حديث صحيح رواه البخاري، يتحدث عنه الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه أو رحمة الله عليه، يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى جارية في بيت إحدى زوجاته بها تلون في جلدها، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، قال أي نظرة الجن، أي أن الجن قد آذاها بنظره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود إلا ويخزه الشيطان في خاصرته إلا عيسى بن مريم فإنه ذهب ليخزه فوخز في الحجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تسمى أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إنني أنزف دما، فقال فتقول هي، فوصف لها الكرفس، يعني وصف لها نوعا من القطن لكي تتسبع به أثر الدم، قالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله، فوصف لها كتانا، قالت هل الجمي، قالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله، فإني أثج ثجا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ركضك شيطان، أي أن الشيطان ضربك في رحمك وأسال الدم. وهذا تأثير بدني مش تأثير معنوي وتأثير روحي. وخا حديث أبي هريرة أن هذا الشيطان كان يأخذ المال ويحث المال ويسرقه، هذا أذى بدني. كيقول لك شي واحد راكي تهز لي الفلوس من الدار، وهادشي اللي حنا شفناهم، قول انت خرافة، لكن راه اللي تبتلى به واللي عالم هذا المشكل هو اللي غيقول لك لا راه ماشي خرافة، الناس كيسدوا على فلوسهم وكيحضيوهم وكيتسرقوا ليهم. ولكن اسمح لي من الناس من يقول
ليس للجن سلطان على أحد من البشر، وسلطان الجن على البشر يكون على من رضي فقط، يعني باختياره ومتابعته، أي بارتكابه من ذاته، يعني الإنسان بارتكابه من ذاته لهذه المعصية وباختياره وبناء على دوافعه فقط ووفق رأيه ومباشرته للفعل بكل اختيار. فأعمال المعاصي والفسق والكفر والجن غير متمكن في هذا، يقول البعض. وفاقد للاستطاعة، يعني الشيطان فاقد للاستطاعة بإجبار أي واحد من البشر على معتقد أو مسلك، وهذا ما يصرح به القرآن الكريم بشكل واضح بلا لبس أو غموض، حيث يقول الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم، لا تعارض على الإطلاق بين ما نقوله وبين هذا الطرح، بأن الشيطان نعم له سلطة الغواية، أو أن الله عز وجل قد سلطه كابتلاء على عباده لكي يختبرهم ويبتليهم به. لكن هل هذا يمنع أن يكون للشيطان قدرات أخرى يعطيها الله عز وجل له كنوع من البلاء للناس والابتلاء لهم؟ ليس هناك أي تعارض. يعني أنت الآن كإنسان يمكن أن تكون صالحا مصلحا، ويمكن أن تكون ضالا ومضلا، فبالإضافة إلى إضلالك للناس بكلامك يمكن أن تؤذيهم حتى بيدك وبمالك، وتؤذيهم ماديا ومعنويا. كذلك الشيطان الإنسان جنس من جنس الإنسان، تحدث الآن عن الجن مع الإنسان. هل اختلاف الجنس يعني عدم ورود إمكانية الأذى؟ مثلا الجراثيم هي جنس آخر مختلف عن بني الإنسان، وتؤذينا أيما أذن ولها أذن كبير. الحيوانات هي نعم الحيوانات هي من جنس آخر، ويمكن أن تكون هناك حيوانات طفيلية صغيرة وربع عين مجردة وتؤذي الإنسان وتقتل ملايين الناس. فاختلاف الجنس لا يدل على عدم إمكانية وعدم ورود طريقة خفية للأذى. اليوم الذي يقول بأن الجن ممكن يسيطر على الإنسان، بالتأكيد مش يسيطر على الإنسان، أنت تسألني هل يمكن للجن أن يؤذي الإنسية بدنيا أن يضر به؟ أقول لك نعم، هذا وارد في الكتاب والسنة، إما من خلال تشكله أو من خلال طرق خفية لا نعرفها، الله عز وجل يعلمها. لكن حينما تقول هل يمكن للشيطان أن يسيطر على عقل الإنسان فيتحكم في إدراك أن يفعل أشياء غريبة؟ أقول لك نعم، يمكن أن يقع ذلك كما يقع لأي مجنون، لكن لا يحمل هذا الإنسان وزر تلك الأفعال. مثلا هناك أشخاص حال حضور الجن فيهم يسبون الرب ويسبون الله تبارك وتعالى ويسبون أباءهم ويؤذون إخوانهم بالكلام، وقد يصارع الراقي ويحاربه، وحينما يستفيق الإنسان يقول لك والله أنا لم أفعل ذلك من نفسي، ذلك الشيء اللي فيه هو اللي داره، فهل سوف نلوم هذا الإنسان المريض؟ نحن لا نلومه، أنا شحال مرة كيضربني مريض ما كنلوموش، أعلم أنه خارج عن إرادته وأن هذا ظرفي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علق التكليف على حضور العقل، فيقول عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. فالجنون بكل أصنافه كيفما كان يرفع فيه القلم على الإنسان، سواء كان بالجن أو بغير الجن. المس نوع من الجنون، قد يؤثر بعض حالات المس قد تؤثر الإنسان لدرجة أنه لا يعقل على الإطلاق على ما فعل. إذن يمكن أن يؤدي به إلى القتل، إلى قتل نفسه، ممكن أو قتل الآخر، ممكن أن يرتكب شيئا يعني خارج عن الإرادة دياله، وحينما يعني يستفيق يجد أنه قد فعل أشياء غريبة، وهذا وقع مع كثير من الناس، وعقلاء وناس في 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 مراكز ثقافية وإدارية كبيرة وليس عندهم أي داعي للكذب أو التمثيل وخارج إطار الرقية، هو رأي إنسان سليم جدا. إذن في هذه الحالة لماذا لا يعفي الشرع من تبعات الأفعال ديالو والتصرفات ديالو، رغم أن قلت أن يعني المجنون حتى يعقل؟ طبعا أي شرع تتكلم من ناحية قانونية ومن ناحية حتى شرعية، لا يعفي الشرع لا عرضناه مثلا على القضاء. طيب القضاء القضاء والشرع نعم القضاء والشرع دائما قبل الحكم على الإنسان يحاول أن يعرفوا حالة العقلية وحالة النفسية للمريض. اليوم
كثير من المرضى وقعوا في مرضى العقليين بغض النظر عن المس والسحر، وقعوا في جرائم سرقة، ضرب، تكسير، قتل وما إلى ذلك، وخففت عليهم الأحكام وربما حكم عليهم بالبراءة نظرا لعدم سلامتهم العقلية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع ذلك كمنهاج في قضائه مع أصحابه ومع غير أصحابه، أنه كان إذا جاء شخص مثلا قد جاء شخص قد يعني مثلا الذي اعترف بذنب الزنا، فسألهم هل هو مجنون، ثم سألهم هل هو سكران، ثم سألهم هل هو يعني هل به جنة، قبل أن يقام عليه الحد. واش أنت متأكد من هذا الكلام؟ هل أنت عاقل؟ وأنا لا أظن بأن القضاء المغربي أو غير المغربي سوف يحكم على امرأة مضطربة عقليا ارتكبت مثلا خطأ، حطمت سيارة، بنفس الحكم الذي سوف يحكم به على إنسان مضطرب عقليا وليس مسا. راه المس بالجن ليست هناك آلية قانونية لكي يتأكدوا من أنه موجود أو غير موجود، لكن يمكن أن يكون القاضي نبيها وأن تكون عنده تجربة في الواقع وأن يستدعي المتخصص إذا أراد. وكاين بعض الحالات التي يستدعي فيها متخصصون للسؤال، قد يستفتى علماء وقد يسأل فقهاء واش من الممكن أن يقع أو لا يقع. مثلا شخص يقول لك أنا تقع لي اضطرابات، فهو يمكن أن يحولها إلى أطباء نفسيين فيقول نعم عنده اضطراب لكن لا يعرف ما هو، لكن بالرجوع إلى الرقاة والمعالجين يقدروا يقولوا أنه مس. وفعلا هذا موجود بكثرة، وناس لم يرتكبوا جرائم لكن يفعلون أفعال مخالفة لتربيتهم ولأخلاقهم. عدبة كانت عندي واحد السيدة هي والزوج ديالها تزوجوا عن حب وليست بينهم أي مشاكل، تقول أحيانا أسب زوجي وبكلام لا يليق بي، ليس من تربيتي وليس من أخلاقي، ما عمر تربيت عليه. وحينما تعي تقول أنا لم أقول هذا الكلام. وكما قلت لك هذا الأمر تحكمه التجربة، اللي كيكذب يهبط معنا الأرض يشوف الواقع. هل يفتحوا هذا بابا للادعاء بالمرض في نفس الوقت يفتح بابا آخر للرقاة من أجل الاغتناء الفاحش؟ طيب بالنسبة لهذا السؤال الجواب عنه أنني أوافقك الرأي تماما في أن هناك الكثير من الناس الذين يدعون المرض الروحي وليس عندهم أي مرض روحي، إما كذبا وبهتانا من أجل مصلحة في نفسهم أو توهما منهم بالإصابة. هناك البعض مثلا عنده عقم ويعتقد بأنه سحر ويقولك أنا مسحور أو أنا مسحور، وضعف جنسيا يقولك أنا متقف، أو مثلا تجارته كسودت فيقول أنا أصابني السحر. فهناك فعلا حالات واجهتني أنني أجد فيها بعض الناس يكذبون ويمثلون بأنهم مرضى ولكن تحس من خلال المتابعة أنهم يكذبون. من جهة أخرى أن هناك الكثير من الرقاة والمعالجين والسحرة والمشعوذين الذين يقولون لكل إنسان بك مس وسحر، لأن الأمر سوف يجعلهم يترددون عليهم مرات ومرات لكي يدفعوا أقساط علاجهم، وبالتالي سوف يكون سببا في دخول يعني إيرادات إضافية. لو أن قلت لك أنت مثلا الأخي ما عندك لا مس ولا سحر فإنك سوف تذهب إلى حال سبيلك، كذا قلت لك عندك سحر ويجب أن تتعالج على الأقل سوف تتردد علي لثلاث مرات أو أربع مرات أو أكثر. وهذا كما قلت يفتح باب للدجالين نصب الاحتيال. ولكن هل هذا يعني بأن هذا الواقع الشرعي والواقع الروحاني غير موجود؟ نقول لا، كثير من الناس يظنون بأنهم عندهم مرض نفسي، خليك من الرقاة، يذهبون عند الأطباء النفسيين وليس عندهم مرض نفسي. والكثير من الأطباء النفسيين يقولون المرضى عندكم مرض نفسي وليس عندهم مرض نفسي. كثير من المرضى اللي جاوا عندنا ما عندهمش مرض نفسي، رقيته مرة أو مرتين وشوفي من مرض كان يقال له أنه نفسي. ولكن توجد فعلا حالات لمرضى نفسيين وتابعوا مع أطباء نفسيين وكانت نتيجة طيبة. وهناك أحد العلماء وأحد علماء علم النفس لا يخطر لي اسمه لكن قصته معروفة، هو أمريكي قام بتجربة اختبر فيها الأطباء النفسيين، وأريدك أن تسقطها أنت على الرقاة الشرعيين. هو طبيب، هو عالم في علم النفس وباحث في هذا المجال، وعنده مجموعة من الأصدقاء من الأساتذة والباحثين في نفس المجال. كان يقول لهم بأن الطب النفسي ليس حقيقة، هو كيقول أنه ليس حقيقة، ممكن الكلام أفضل من إعطاء الأدوية النفسية. وقال بأنه سوف يختبر هذه النظرية في المستشفيات النفسية الموجودة في مدينته.
فاتفق مع أصدقائه وكانوا 12 طبيبا أو باحثا في علم النفس وعلماء في علم النفس، اتفقوا أن يذهبوا إلى مستشفيات خاصة ويقولوا للأطباء النفسيين أعراض واضطرابات نفسية. يقول لك مثلا أنا أقلق عندما أكون في الأماكن المغلقة، أخاف من المرتفعات، أكره المواجهة مع الناس. فهو ليس مريضا ولكن ادعى أنه مريض ويريد أن يعرف هل سوف يتمكن الأطباء وهذه المصحات من معرفة إذا كان صادقا أم لا، إذا كان فعلا حقيقة أم لا. وقال بأنه بعد التجربة كل هذه المستشفيات الخاصة هو الأطباء قالوا بأنه مريض، بل هناك مستشفى ألزمه بالخضوع إلى 3 أشهر وقال لهم لقد شفيت، ومع ذلك ألزموه بالبقاء 3 أشهر. حينما خرج كتب في جريدة بأنه اختبر المستشفيات الفلانية والفلانية واكتشف أنه ما كاين لا طب نفسي لا والو حسب كلامه طبيعة الحال، وطبعا إن شاء الله بعدا نعطيك المصادر باش تشوفها بنفسك. ف هذه المستشفيات غضبت لأن زعزع ثقة الناس في الطب النفسي، كما دابا كيزعزع الناس ثقة الناس في الرقية الشرعية. فقال لهم سوف أختبركم، سوف أرسل لكم مرضى ليسوا مرضى حقيقيين وغادي تشوفوا واش غتعرفوهم. فبعد شهر هذه المستشفيات قالوا قبلنا التحدي واكتشفنا أنه أرسلت إلينا كذا وكذا عدد من الناس، ها هما شوف هذا ليس عنده مرض وليس عنده مرض نفسي وليس عنده مرض نفسي. فقال في آخر إعلان قال لهم أنتم قد وقعتم في مصيدتي، أنا لم أرسل لكم أي إنسان. يعني الناس اللي بالصح جاءوا صادقين يريدون البحث عن علاج نفسي قالت المستشفيات بأنهم ليسوا مرضى نفسيين، وهو حينما ذهب هو أصدقاؤه إلى الأطباء النفسيين قالوا عندك مرض نفسي. إذن مسألة النزاهة قد تكون في أي مجال وقد تختفي في أي مجال، طبيب، أستاذ، محامي، معلم، رجل شرطة، رجل أمن، في أي مجال ممكن أن يكون هناك نزيه وغير نزيه. مسألة الخطأ المقصود الخطأ الغير مقصود وارد في كل باب، ممكن أن راقي ما مبتدئ أو راقي محترف من بعد متابعة يقول لسان عندك مس، هو في حقه ما عندوش مس، أخطأ ولكن كان يريد به الخير. فنقول إذا كان طريقة العلاج التي يتبعها طريقة شرعية ونافعة فإن هذا المريض لا يضره شيء، أنت سمعت القرآن الكريم، إذا لم ينفعك فلن يضرك.